يمتلك الشيف الشهير المعلم اللاتيني ريتشارد ساندوفال مطاعم حول العالم، أحدها مطعم تورو تورو في فندق غروزفينور هاوس بدبي، وأنا هنا لأتابع عملية تحضير طبق سيفيتشي. شيف ريتشارد، أنا فعلاً سعيدة بوجودي هنا، هل من فكرة عن طبق سيفيتشي قليلاً؟ هذا طبق بيروفي كلاسيكي، في البيرو يستخدمون خلطة ليتشي دي تيغري من أجل صنع طبق سيفيتشي، وبعدها يدخلون إليه نكهات عدة. ليتشي دي تيغري، نعم، حليب النمر. حليب النمر؟ لا علاقة له بحليب النمر فعلاً، ولكنه يسمى هكذا. حسناً، هيا لنطبخ إذن. يحضر ريتشارد شرائح من الفلفل، البصل والكزبرة ومربعات السمك الطازجة والبطاطا الحلوة المطبوخة بالبرتقال وعصير الليمون، ويضيف السكر واليانسون والقرفة. ما العمل الآن بعد تحضير السمك؟ الآن سنستخدم حليب النمر الذي حضرناه. سنأخذ أولاً الكرفس هنا ونقطعه إلى قطع عريضة كما ترين. سنضعها بعد ذلك في الخلاط، وبعدها نضيف إليها الزنجبيل. جميل. ثم القليل من الثوم والبصل والبصل الأحمر. تبدو فعلاً كأنها سموثي صحية. بالضبط. نضع الآن السمك الطازج كما تعرفين. عندما تحضرين طبق سيفيتشي يمكن استخدام نوع أغلى من السمك. الآن نستخدم السمك الأبيض فقط، فليس هناك من حاجة ليكون من أنواع سمك الساشيمي. يضيف ريتشارد السمك والكزبرة، الفليفلة الصينية وعصير الليمون والملح والبهار إلى الخلاط. الآن سنصفي حليب النمر. حسناً. والآن الصلصة بالأفوكادو. صحيح، سنحتاج إلى حبتين من الفاكهة، ويجب أن نستخدم الأفوكادو من نوع هاس لأنه غني بالدسم. سنقطعها إلى قطعتين. أرى أفوكادو هاس من مصادر عدة، من المكسيك وأمريكا. أي دولة تنتج الأفضل؟ المكسيك. نطقتها مثل مكسيكي حقيقي. سأضيف القليل من الكزبرة الطازجة، القليل من عصير الليمون، سأضيف أيضاً فلفل السيرانو. كما ترين لقد نزعت منها البذور، ولذا لن تكون لاذعة جداً. القليل من الملح، والآن ما سنقوم به هو الإمساك بالخلاط. والآن وصلنا إلى المحطة الأخيرة. كما ترين أنهينا تحضير حليب النمر وقطعنا المكونات التي نحتاج إليها مع السمك، والآن سنجمعها للحصول على السيفيتشي. إذن أولاً سنضيف القليل من التوابل إلى السمك، ثم البصل والقليل من الكزبرة الطازجة. سنضيف أيضاً القليل من البطاطا الحلوة وحبوب الذرة. ماذا عن حبوب الذرة؟ هذه الذرة المجففة من البيرو، إنها تعطي فعلاً ملمساً جميلاً. نستوردها من البيرو. كنت لأقول إنها مكسيكية، ولكن لا نملك مثلها هنا. سنضيف حليب النمر الذي حضرناه والقليل من الملح، وهكذا يكون الطبق جاهزاً. البطاطا الحلوة تضيف لوناً جميلاً. الآن تمكن رؤية العمل وأن تعطي رأيك فيه. حسناً، سأجربه. يمكن أن تسمعي وأن تري ملمس الطبق والنكهات. والسمك رائع، مذاقه ناعم جداً. هل ترين ماذا تفعل البطاطا الحلوة؟ هناك بعض الحموضة، بعض السخونة وبعض النكهة الحلوة. كل تلك النكهات تعارض بعضها ولكنها متوازنة. متوازنة فعلاً، أحببت الطبق. فهمت الآن لماذا اعتمدته البيرو طبقاً وطنياً.